نشكر الإخوة يعني على هذه المبادرة القيمة، مبادرة لتأسيس نادي خاص بالذاكرة، مبادرة حقيقة تستطيع على الأقل التشجيع. ونتمنى إن شاء الله يعني بحول الله الكتب ربي الإخوان يعني اللي بادروا بالعملية هذه، أنها عملية تخدم أولا مدينتنا بصفة خاصة ووطننا بصفة عامة. حان الوقت باش نجمعوا تاريخ مدينتنا بصفة خاصة قلتها قبيل، ونعطيوا لمدينتنا قيمتها. من أهداف نادي ذاكرة العلماء أنه يهدف إلى جمع شتات المعرفة حفاظاً على الذاكرة. ثانياً التعريف بالأحداث والشخصيات. ثالثاً إقامة الندوات والمعارض، إنشاء مجلة أو نشرية. خامساً زيارات للأماكن الأثرية والتاريخية التي تزخر بها المنطقة قصد التعريف بها، بالإضافة إلى نشاطات أخرى تكون متمسش بالقانون اللي ينظم تسيير دار الثقافة، مادام رانا نادي تابعين ليه. نهضروا على كيفاه تنجات الفكرة تاع إنشاء هذا النادي. احنا مجموعة من أبناء المدينة اللي هوايتنا مع بعض دائما نهضروا على ماضي المدينة وأمجادها. وقررنا بها يكون النادي هذا ما يدير سياسة الإقصاء، يعني النادي هذا مفتوح للجميع، ما نديروش سياسة الإقصاء والله. أنا الآن أرى وجوه المدينة، أرى معالم المدينة. ها هي المدينة تجتمع لكي تشرق شمس المدينة. الحضور الكريم، كلنا نتساءل أو ربما نتساءل ما هي الذاكرة؟ الذاكرة كما تعلمون هي التاريخ. لكل ذاكرة تاريخ ومكان وزمان وأشخاص فاعلون يحيون ويموتون ويصبحون في سجل الذاكرة شهداء خالدين أو مفكرين أو رموزاً أو كتاباً أو أناساً عاديين. إذن أيها السادة الأكارم، التاريخ يسجل حركة الأشخاص في الزمان والأحداث والمكان، مثلما للأشخاص والكائنات ذاكرة فللمكان أيضاً ذاكرة. وهذا الذي نريد أن نحييه في هذه المدينة، أن نحيي ذاكرة المكان. فللمكان أيضاً ذاكرة وتاريخ وعمل يوثق الحاضر بالماضي بالمستقبل، بحيث من لا حاضر له لا ماضي له ولا مستقبل. يقول علماء الأنثروبولوجيا: التاريخ شاهد الماضي ورائد المستقبل. إلى هنا أحيي باسمكم كل من فكر وقدر وبادر وشرع في تأسيس هذا الحلم الذي راود بعضنا وراود بعضكم. وأخص بالذكر الأستاذ جعفر بدري والسيد عبد العزيز زيد بن زيد، والإعلامي النشيط والمثقف الأخضر بورديم وكمال جيلاني والأحمر نور الدين والدكتور جمال وهيب وغيرهم ممن تكاتفوا ووضعوا اليد باليد وأخرجوا هذا النادي المسمى ذاكرة العلماء إلى الوجود. هذا النادي الذي سيسهر مع غيره من كفاءات المدينة. نحن لا نعوض المؤرخين أو الكتاب الكبار، نحن نكتب جزئية فقط، ولكننا نستفيد من المؤرخين ومن الكتاب الكبار لكي يساعدوننا على ذاكرة المدينة. إذن نحن نقوم بعملية جزئية كمبادرة، ونستعرض ونعرض ضيوفنا الكبار. هذا النادي الذي سيسهر مع غيره من كفاءات على التفكير والتوثيق والبحث والنشر الورقي والإلكتروني،
كما أشكر باسمكم السيد الفاضل عضو المجلس البلدي المكلف بالثقافة ومدير دار الشباب نور الدين قباشي، هذا الأخير الذي رحب بالفكرة ووضع تحت أيدي النادي مقراً على مستوى دار الشباب، هذا المقر للاجتماع والتفكير والنشاط. بقي أمر في غاية الأهمية، هذا الأمر هو أي نشاط مهما كان صغيراً أم كبيراً فهو يحتاج لدعم مادي ودعم معنوي من طرف الهيئات الرسمية ومن طرف الناس العاديين الذين يهتمون بالمدينة وبتاريخ المدينة. تأسيس تاع نادي أو جمعية كما حبوا يسميوها، والأهداف نتاعها ثاني كذلك تتبلور في قانون أساسي، ونشجعوهم احنا مع الشيء اللي نقدروا نقولوه. احنا محتاجين الى ولادنا، محتاجين لهذا المبادرات ولهذا الجمعيات اللي رايحه توصل الرساله، يعني باش ما يكونش انقطاع ما بين الماضي والحاضر والمستقبل على كل حال. ونشكرهم مره اخرى ونشجعوهم، واش نوصيهم؟ نوصيهم نقولوا لهم كونوا جديين في العمل و شكون رايح يستفاد من هذا، يستفادوا الاجيال القادمه. هذا هو صراحه نثمن المبادره، وخاصه انها تهتم بذاكره مدينه العلمه، ويعني والجماعه الاساتذه مشكورين، يعني بورديم والاستاذ جعفر والاستاذ بهلولي، يعني هما كما يقولوا الثالث الاثافي، يعني قاعده اساسيه في ذاكره المدينه، ولهم درايه ومعرفه بذاكره مدينه العلمه. نثمن المبادره، وخاصه المدينه لها ذاكره طويله وعميقه جدا في 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 التاريخ، حتى يعني جذور المدينه ضاربه في عين الحنش، يعني ما قبل يعني الانسان القديم القديم جدا. ولما تكون مدينه تنام على هذا الحضاره القديمه للانسان القديم ولا تعرف قيمه المكان، يعني لما اي حضاره لازم تقوم على المكان وتثمنه، وبالتالي تفخر بهذا المكان. ونتمنى ايضا ان النادي كبادره اولى، ومثل ما طلب الاخوه باش تكون لاحقا جمعيه، يعني شيء مشروع، يعني النادي من حقه الان ينشط في اطار ضيق وبافق ارحب وبعمل ديناميكي وجواري مع المؤسسات وخاصه المؤسسات التربويه. نتمنى يتعمق التاريخ او تتعمق الذاكره الى العمق، يعني نتجاوز 1832 من قدوم الغزو الفرنسي. اتمنى ان تبقى ذاكره العلماء ممتده في العصور، وهذا النادي يكون يعني يشكل هذه النواه ويجمع شتات هذه الذاكره، يعني راهي مغبوره، يعني مدفونه مشتته، وبالتالي تقدم في مواد معينه في مسابقات للطلبه، في بحوث، في وتكون طبعا تحفيزات جاده، وبالتالي تكون يعني هذه يعني راهي هاي خطوه اليوم، يعني بدايه جميله ومستحسنة. نتمنى إن شاء الله أن نرعاها كامل جميعنا بكل ما نستطيع، ونحيطها بالعناية، ولا نحاول يعني تهديمها من في بداية يعني المشوار. يأتي تأسيس نادي الذاكرة التاريخية تثمينا للاحتفالات بالستينية لاحتلال الجزائر، ونعمل إن شاء الله على تكريس ثقافة الثورة، وأيضا الدفع بالموروث الشعبي، وأيضا يهتم هذا النادي الذي يضم خيرة أبناء وإطارات مدينة العلماء من أساتذة وباحثين، وطبعا سنعمل إن شاء الله لتطويره إلى جمعية ثقافية تاريخية تعنى بالجوانب التاريخية للمدينة. ومن خلال هذا الاجتماع أيضا نفتح دعوة إلى كل الخيرين من أبناء المدينة،
سواء من طلبة ومن باحثين ومن سياسيين ومن أعضاء المجلس البلدي أيضا ورجال أعمال، لأن المدينة معروفة برجالها للمال ومدينة المال والأعمال، للدفع بالمشروع الثقافي الذي تحتاجه المدينة، لأن مدينة مثل العلمة يعني لها تاريخ كبير منذ تأسيسها طبعا، وخاصة في الثورة الجزائرية، لأنها كانت كمنطقة ربط بين الولاية سواء الثانية والولاية الأولى، وبالتالي إلى غاية الآن لا نجد لها يعني جانب مهم من الكتابة التاريخية، ولهذا احنا الآن عكفنا على جمع الشهادات وكل ما له علاقة بتاريخ المدينة والاهتمام أيضا بمؤسساتها، ترميم بعض المؤسسات الثقافية، الاهتمام بكتابة حول بعض الشخصيات سواء من مجاهدين ومن شهداء وسياسيين سابقين، وبالتالي سننخرط جميعا إن شاء الله في الكتابة التاريخية وتأسيس الكتابة التاريخية لمدينة العلمة.